تعالي مع بعض نبدأ نشوف هنعمل ايه بعد حسن ما يستعرض كل حاجتك قدامنا. يلا خلي بالنا كنت تعمليها فاميلي على قد الأسرة أو تقدري تعمليها انديفيدوال زي ما أنت شايف كده بصوص الفراولة عشان الصيف ده ايه من ضمن المثلجات. تعالى نشوف هنعمل ايه يا حسني في الايه في الستيك. بجيب الستيك واتفقنا مع بعض يكون سمكه ما يقلش عن سنتي ويكون فيه الفات الدهن بتاعه حواليه. يا جمالك النقطة المهمة اتأكدنا ان سمكه زي ما انت شايف كده قدامك بالشكل ده. ليه يا حسن؟ عشان استمتع بيه قدامك اهو. تمام؟ تعالى نتبله، اتفقنا؟ ملح خشن اهو. ملح خشن. وبعد كده فلفل خشن. ملح خشن وفلفل خشن يا بوسي. تمام؟ كده بس مش أكتر من كده أهو. تعالى أول حاجة أهو وأضغط عليه. أهو. وأضغط عليه. واتفقنا هي القطعة تكتفي زي ما اتفقنا. وجربي كده وشوفي الأخبار. هجرب حاضر. أهو. وبعد كده أروح جاي شايلة ده وحطها على ده. أهو بنفس الطريقة أهو. غلطة زمان كنت بقع فيها يا شيف وانا بعمل الستيك بسويه ان انا كنت بفتحه بالسكينه فاكره ان كده هيستوي اسرع. لا طلع بينشفه بطريقه خالص بيبوظ كل الجوس والعصاره اللي جوه خالص. ما يقعدش حاجه خالص. سخني الطاسه بتاعتك كويس عشان تدي ايه؟ تشوك. لازم ياخد تشوك كويس جدا. الصدمه عشان تحتفظ بالعصاره الداخليه بتاعته لازم تديله الصدمه. سخنت الطاسه بتاعتك بعد ما اديت له الملح والفلفل قدامك اهو. تعال اهو اهدي سنه زيت مكعب زبده. تمام كده على طول عشان ايه؟ اروح جاي مديله صدمه كده يا حسن. لازم اديله الصدمه بتاعتي. ده عندك بيون اللي هو شوربة اللحمة ما عندكيش هنجيب دي مجلاس. أهم حاجة يا حسني الصدمة. بص اللون ده أهم حاجة. الكرملة بتاع الملح والسكر الملح والفلفل المجروش ده أهم حاجة. يا عيوني بص كده ماشي. ده امبارح ايه؟ بعتلي سانكس بالليل جميل. ايه رايك؟ جميل 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 يعني. مش في الاسبوع ماشي. تعالى كده يا خال اجيب ايه؟ صينيه عشان ادخله الفرن. نقطة مهمة دي خد بالك اهو. وأنا اديته صدمة كده قدامك اهو يا حسني. والكرمله بتاعته دي اهم حاجه عشان استمتع بالستيك. صح صح واتفقنا ان احنا ايه ما نديله ملح وفلفل مجروش فقط لغيره ملح خش مش اكتر من كده. وما فتحش زي ما قالت بوسكس اهو. بص الكرمله يا جماله. واروح جاي مطعمه كده اهو مكعب زبده كده. شايف التركه اهو مكعب زبدة كده يا جمالك. التك عليه طبعا كلنا بنحب التسوية بتاعتنا ما تكونش فيها ايه اي لون وردي جوه اللحم كمصريين وكأي عرب. اروح جايب الصينية اللي انا هدخلها الفرن على اعلى درجة حرارة بس اقفليها الومنيوم فويل. وناتج التسوية بقى هبدأ ايه اعمل فيه الصوص واحدة واحدة كده. تمام؟ تعالى كده يا حخال أحطه فين؟ في الصينية بتاعتي. أهو. تمام؟ تمام. أروح جاية مقفلة عليه كده كويس وأدخله الفرن على أعلى درجة حرارة.
تمام. تعالى بقى نعمل الايه، الصوص. اعلى درجه حراره كام دي يا شيف؟ كام دي؟ هاخد 10 مش اكتر من كده. ده ناتج التسويه، ناتج التسويه، ناتج التسويه. فلفل مجروش يا حسن، بص فلفل مجروش اللي طالعه العصاره الداخليه بس كده. احمص ايه يا حسني؟ اهو نعم. احمصت كويس قوي. تدفع كام يا شيف؟ واحنا واقفين كده بحمص الفلفل المجروش في الزبده ونتيجه التسويه، عندي هنا ميه سخنه بتغلي. بص كده، بص مين الذكي ده؟ اهو مين الذكي اللي عرف؟ هو بص كده يا حسن، حطيت ميه سخنه بتغلي. يلا بص. اه صح، خبير انت يا حسن والله. ادي البصلايه. ليه؟ ادي البصلايه بعد ما الفلفل حمصته اهو يا جمال. تعال اهو زي ما انت شايف يا جمال. واروح حاطه له ايه؟ سنه ملح مع بعض كده، احمص كويس اهو. عندي هنا ايه؟ شوف يا خال، مش احسن على الشوايه يا شيف؟ اللي ايه؟ تدوب صدمه؟ تقدري تعمليها على الشوايه، بس عشان اطلع الصوص بتاع البواف لازم ناتج تسويه. يبقى لازم كزرول. انت فهمت اللي انا اقصده؟ حمصت في ناتج التسويه ايه؟ الفلفل وحطيته سنه. عندي هنا اهوت البيون اللي انت قلت لي عليه يا حسني، ايه ده؟ اروح جايبه منه معلقه واحط على الديميجلاس باودر اهو. الديميجلاس ده فين؟ موجود في السوبر ماركت، موجود في السوبر ماركت على الرف بتاع البهارات. احطه في كوبايه ميه اهو واقلبه كده اهو. بص كده عشان اعمل الصوص، والملح يبقى خفيف عشان فيه ملح. حاضر حاضر. ابار ابار اهو. واروح جايه مطعمه شويه زعتر مدلعه بقى وشويه روزماري طازه، واروح حاطه ايه؟ صوص الديميجلاس اهو. بص صوص الديميجلاس يا تفاصيلك. وحطيت البروكلي هنا على ميه سخنه بتغلي يا حسني اهو اهو. احط الديميجلاس شوربه البيون بتاع الديميجلاس واحده واحده اهو. طب تمام كده. وهو بيغلي كده يا حسني، واتاكد ان هو بيغلي اديله كريمه طه اهو يا جمال. تعالى انا اتفقت معاك اعمل صايد رز ابيض، واعمل بطاطس بوريه، واعمل بروكلي. البروكلي اهو حطيته على الستيم على الغاز على البخار زي ما انت شايف كده يا حسن بالظبط اهو. بص قدامك هنا اهو، وبين السلق صح كده يا حسن. بقيت ماستر شيف قد الدنيا، بسم الله ما شاء الله عليك. طبعا الطبخ بالبخار من افيد انواع الطبخ، وبيخلي الخضار يحتفظ بكل القيمه والفوائد الصحيه الغذائيه. اللي ما عندوش حاله بخار يقدر يعمل الفكره دي سهله قوي. عادي زي ما انا عامل كده اهوت، وتروح جايه مغطياها غطا عادي خالص عليها فوق كده اهو يا جمال. الله عليك. بص كده يا حسن، الصوص يبدا ياثر وانت بتطعمي الملح. خفيف الملح لان دي بجلاس فيه ملح، خفيف الملح خدي بالك من دي. وعندي الستيك بتاعي فين؟ في الفرن. ادي الصوص. اعمل ايه يا حسني بقى؟ البطاطس سلقتها يا بوسبوس 12 دقيقه في ميه سخنه بتغلي فيها سنه ملح اهو يا جمال. بص هنا اهو، عندي هنا البطاطس اللي اعملها تكون مسلوقه 12 دقيقة في مية سخنة فيها سنة ملح. أصفيها.
وبعد كده وهي سخنه كده اهرس. ادي الصوص اهو، اسيبه يعتق كده يا حسن. ادي البطاطس سخنه، بطاطس سخنه اهرسها يا حسن. احط مكعبين زبده حسني، احط مكعبين زبده يا حسني، مكعبين زبده، احط معلقتين كريمه طهي، اطعمها سنه ملح، سنه فلفل ابيض، وشويه جوز الطيب، وسنه ثوم، وابدا ايه؟ ارفدوا ارفدوا. تعال تعال اهو، حاجه مش نظيفه. انا حره يا شيف. بص كده، بص الصوص اثر ازاي، بص الصوص هو بقى يقطع هو كمان، ما شاء الله بقى بيعرف يقطع يا شيف. ده ماستر كبر مخرج كبر. اهو بص بقى البوريه، طعمته زبده وكريمه وملح وفلفل ابيض، وحطيت له جوز الطيب وسن التوم. يا جمال الصوص اثر، واتاكد كمان ايه يا حسني ان الستيك استوى في الفرن. حطيه دقيقه واحده جوه الصوص. اخبار السوا ايه؟ بيرفكتو؟ عايز اسمع البرفكتو. بيرفكتو. بعد ما دقت طبعا بص اول حاجه الستيك، بتقول تريكات والحركات هنا، انت زورونا.